في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، عاش ملك وملكة بسعادة كبيرة في مملكتهم المسالمة، وفي يوم من الأيام سيرزقون بطفلة جميلة. منظر الثلج جميل جداً. أعتقد أنه قد غطى المملكة بأكملها الآن. أشتاق لابنتي، فلها بشرة بياض هذا الثلج. لقد كان شتاءً قارس البرودة، فقد سقط فيه الكثير من الثلج. ثم جاء الربيع، وألقت الشمس بدفئها على الأرض، وذاب الثلج. ومع قدوم الربيع اكتست الأرض بسجادة رائعة من الألوان الجميلة، ووصل شيء جديد إلى القصر. فليستمع الجميع، تمت ولادة أميرة الوادي الأخضر. رزقت ملكتنا بطفلة. أنا سعيدة جدا بهذا الخبر. أنا سعيدة جدا بهذا الخبر. أيتها الملكة، ما أجمل أميرتنا، فشعرها أسود كالليل وبشرتها بيضاء. جميلتي، سأعتني بالأميرة الصغيرة، فأنت بحاجة للراحة والاسترخاء أيتها الملكة. شكرا جزيلا. تم تسمية الأميرة سنو وايت، أي بياض الثلج، لأنها كانت تتمتع بجلد أبيض ناعم، وسوف تترعرع وتكبر وهي محاطة بالحب والسعادة. أما الملكة فقد ساءت صحتها بعد ولادة سنو وايت، فقد مرضت كثيرا مما جعلها طريحة الفراش. حبيبتي، أكنت تلعبين في الغابة؟ أجل ماما، احذري ماذا رأيت اليوم، ولن تصدقي، رأيت الأقزام. حقا، أكملي. حسنا، كان هناك الكثير منهم، 1، 2، 3، كانوا بهذا الكم. أنت جميلة جدا، كم أطوق لأضمك. أمك متعبة جدا يا سنو وايت، دعيها ترتاح الآن. أريد أن أخبرها عن الأقزام، ولن أستغرق وقتا طويلا. ليس الآن، لما لا تذهب وتخبر ميسون عنهم؟ أمي تريد أن تسمع. اذهبي للنوم الآن. تصبحني على خير. لا تقلقي، ستشفين قريبا، أنا متأكد. لا عزيزي، الأمر يزداد سوءا. لا تقولي ذلك، سوف تتحسنين، سأحضر أفضل الأطباء. لا تخدع نفسك أرجوك، فأنا الآن أحتضر وسأموت، ولكنني قلقة على ابنتي الصغيرة، ماذا ستفعل بعد وفاتي؟ عليك أن تعيدني بشيء، عليك أن تتزوج بعد وفاتي من أجلها، ليكون لها أم حتى ترعاها. يجب أن تكون حنونة وطيبة، من فضلك عزيزي عدني بذلك الآن. يا إلهي، عزيزتي قولي شيئا ما، أرجوك قولي شيئا ما. لا يمكن. ماذا هناك؟ أهلا شيء، هيا بنا. أرجوك ردي علي. جاء الخريف وانقضى، وحل الشتاء، ووصلت العربة التي تقل زوجة الملك الجديدة، وكان الجميع مشتاقون للقائها. ضعها هناك.
كانت هذه زوجة الملك الثانية. لقد أحبها الجميع لجمالها الأخاب، ولكن لم يكن هناك من يعرفها حق المعرفة. سيدتي، هل ترغبين بكوب من الشاي؟ هل صحيح أن الملكة كانت جميلة جداً؟ لا تقلقي، لا داعي لأن تجيبي على سؤالي، لا يوجد من هي أجمل مني. سأريهم جمالي، سيكون أقوى قوة على هذه المملكة. انحني لملكتك وأمك الجديدة. مسرورة أنني رأيتك، حدثني عنك والدك كثيرا وأرغب أن تناديني أمي. أخبرني والدك بأنك ترغبين بالذهاب للغابة، هل ذهبنا معا عزيزتي؟ لم أسمع منك إجابة بعد. نعم أمي. حسنا، هل تحبين أمك الجديدة؟ توالت الفصول وتغيرت، وأقبلت السنون وأدبرت، إلى أن جاء عيد ميلاد سنو وايت 12 في الربيع. أهذا صحيح؟ ماذا؟ ألم تتعلمي بعد أنه يجب عليك طرق الباب قبل الدخول؟ متأسفة سيدي، إنه خطأي، كان علي إخبارها. سنو وايت تعالي. حقا سترحل قريبا من أجل الحرب؟ هذا صحيح، وكل أسف بشأن حفلة عيد ميلادك. لا تهمني الحفلة، أنا قلقة عليك، أخشى أن يصيبك أي مكروه. سأفعل ما بوسعي كي أعود سالما إليكم. أنا خائفة. أنا متأسف يا سنو وايت، ولكن يجب أن أفي بوعدي وأساند في وقت الحرب. سنو وايت، ماذا؟ من المحزن أن يذهب والدك إلى الحرب، ولكن يجب أن نكون أقوياء، وسنتحمل مسؤولية القلعة خلال فترة غيابه. أنا قلقة. وخلال وقت قصير كان الملك وجيشه مستعدين للذهاب إلى المعركة. أترك لك قيادة المملكة أثناء غيابي. سنكون هنا بانتظار عودتك. من فضلك انتبه لنفسك جيدا. حان وقت الذهاب إلى المعركة يا رجال. لا تقلقي، أبي سيعود قريبا. لا تلمسيني. أنا المسؤولة هنا الآن، وأي شخص يعصي أوامري سأعاقبه في الحال، هل هذا مفهوم؟ سيدتي، أحضرت الأثواب التي قمت بطلبها. إنها أفضل ما يمكنني أن أخيط. سأقرر ذلك بعد أن أجرب ارتداءها جميعا أيها الخياط. طبعا طبعا، خذي ما تشائين من الوقت، كان شرفا عظيما لي. أرجوك أن تقومي بتجريب هذا. لم يعجبني اللون والتصميم، ولكنني سأجربها من أجل القياس. كما ترغبين. كم هذا مثير، لم أقم بزيارة القلعة من قبل، كم هي جميلة وواسعة. ها؟ أبي انظر إليها، من تكون؟ إنها جميلة جدا، أليست كذلك؟ إنها الأميرة سنو وايت.
إنها تزداد جمالاً في كل يوم. فعلاً يا أبي، إنها فائقة الجمال حقاً، يكفي أنها ابنة الملك. إلى ماذا تنظران؟ حسناً، نحن كنا ننظر... خرج الآن ولا تعودا مطلقا. ولكن يا ملكتي. وحل الظلام وخيم الهدوء على القلعة. لقد كنت بانتظارك. أخبروني أنك من أمهر الصيادين، كانوا محقين فيما ذكروه. فأنت رجل قوي جدا، والحيوانات تخافك من نظرة واحدة فقط. عندي لك مهمة. ولهذا سأدفع لك الكثير من المال. المهمة تتعلق بابنتي زوجي، انظر إليها، إنها تلعب بسعادة. لا أريدها أن تضحك أكثر من ذلك. أريد منك أن تقوم بقتلها، وأنا واثقة من حسن قيامك بهذه المهمة، فهي سهلة، وستثبت ذلك من خلال جلب قلبها داخل الكيس الذي دفعت لك المال فيه. وإذا فشلت فستكون حياتك هي الثمن. هل تفهم ذلك؟ إن فشلت ستقتلني الملكة، وإن فعلت ما أمرتني فسوف يقتلني أهل القرية. ومضى الليل وأشرقت شمس اليوم التالي على أصوات الحيوانات والطبيعة في يوم مشمس جميل. وفي القلعة كان كل شيء معدا لنزهة في الغابة. سيأخذك هذا الصياد إلى الغابة، إنه صياد ماهر ويعرف كل جزء من الغابة وسيحميك من أي خطر. سأكون بخير، لا تقلقي. ماذا؟ أستأتون معي؟ لا، ليست فكرة جيدة، قد يرعبون الغزلان ويعيقون الصيد. لما لا نبقى هنا وننتظر عودة بياض الثلج؟ ما رأيكم؟ أبلغيهم أرجوك أن يبقوا هنا. هيا عزيزة سنو وايت، قولي لهم ذلك. إن أمي محقة، تستطيعون مرافقتي في المرة القادمة إن أحسنتم التصرف في غيابي طبعا. انتبهوا جيداً. هل تعتقد بأنني أخشاك؟ هيا ارحلوا من هنا الآن، لا أريد رؤيتكم أبداً.
كم أكرهك أيتها الحيوانات، لا أريد رؤيتك الآن، اذهبي من هنا، هيا. أشعة الشمس تتخلل الأشجار. هذا مذهل. المكان هنا رائع جدا. كم من الأزهار سابقا. أتحب الأزهار؟ ماذا؟ خذ. هل أنت بخير؟ تبدو مضطرباً. رجاءً خذها. شكراً. إنها نحلة، إنها نحلة، افعلي شيئاً. المياه باردة ومنعشة. إنها فعلا منعشة. أترغب بشرب بعض الماء؟ إن المياه منعشة. نعم أريد. متأكدة تشعر بالعطش؟ لقد تعبت كثيرا اليوم، هذا الماء سيشعرك بالانتعاش. شكرا. شكرا لك. ما بك؟ لا شيء. صغير، هناك من آذاك؟ أنت بخير؟ هل تهت عن والدتك؟ تلك هي والدتك؟ نحن هنا. ربما هي لا ترانا. خائفة من أمر ما. ربما هجموا، ولكن لا داعي للقلق أبدا، فأنت معنا وسنقوم بحمايتك. هيا اشرب القليل من الماء، أمك ستأتي بعد قليل. لو أن صغيرتي لولو كانت على قيد الحياة لكانت بنفس عمر سنو وايت. صغيرتي لولو، أنا أشتاق إليك كثيرا. يجب أن تقتل بياض الثلج، ويجب أن تنهي المهمة بنجاح، لأنني وضعت كل ثقتي بك، وستبرهن على ذلك بإحضار قلبها في الكيس الذي دفعت لك به المال. اقتلها واجلبه لي. آه،
أرأيت؟ أخبرتك بأنها ستأتي. سنو وايت. لا، ما الذي تفعله؟ اهربي من هنا فورا ولا تعودي. لا، لدي أوامر بقتلك يا سنو وايت. زوجة أبيك طلبت مني ذلك. اهربي فورا ولا تعودي. زوجة أبي؟ نعم، وأنا لا أستطيع فعل ذلك. اهربي بسرعة. أتكرهني لهذه الدرجة؟ إياك أن تعودي إلى القلعة. اذهبي يا سنو وايت، أنت لا تدركين حجم الخطر المحدق بك. سوف أقتلك الآن. سأطلب النجدة. لا، لا تعودي للقصر. اهربي. هذا ما طلبته مني. إن كان هذا قلبها فقد قمت بعمل رائع. فعلت ما طلبتي. لكن تذكر، لا تحدث أحدا بهذا الأمر. ضخم بلا عقل. ابتعد. إياك وأن تقترب منها، لا يحق لك النظر بمرآتي. يا مرآتي، من هي أجمل امرأة بين النساء؟ يا مرآتي، هل ما زالت بياض الثلج على قيد الحياة؟ لا يمكنني أن أرى وجهها الجميل أو حركاتها الرائعة. هذا يعني أمراً واحداً فقط، أنها قد ماتت. يا مرآتي العزيزة، من هي أجمل الجميلات في العالم؟ أنت يا سيدتي. لن أؤذيك. تعال إلى هنا، أريد أن تصبح صديقي لنلعب معا. أنا خائفة ولا أعرف ماذا أفعل. ما
هذا؟ أنا لا أعرف أين أنا الآن، فالضباب كثيف جدا في هذه الغابة. أين أنا الآن يا ترى؟ أين تذهب؟ لا تتركني وحيدة هنا أرجوك. أرجوك انتظرني. أين أنت؟ أنا لا أراك. موسيقى، لقد سمعت هذا اللحن من قبل لكن لا أتذكر أين. أصدق كل شيء هنا صغير، هذا مدهش. انظر، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ملاعق و7 صحون. لا تأكل. أعرف أنه لا يجوز، لكن سأرتب لهم المنزل بدلا من ذلك. بدلاً من هذه سأنظف النوافذ. وبدلاً من هذه سوف أقوم بتنظيف الحديقة. ربما سيسامحونني إذا تركت هذه. ماذا تفعل هناك؟ وأيضا 7 أسرة. أعتقد أنني سأخفو. ما الذي حدث هنا؟ اقتحم أحدهم المنزل. من يا ترى؟ أهو ليس؟ سنلقنه درسا. هناك صوت غريب يأتي من الطابق الثاني. ماذا؟ يبدو أنهم ما زالوا موجودين هنا. أشعلوا الأنوار وكونوا هادئين. علينا أن نصعد للأعلى. يجب أن أذهب أولا. من الأفضل أن أذهب أنا أولا، فأنا رياضي أكثر من الجميع. توقف. هاي، أنا لم أعد صغيرا. أنا لا أرى أحدا. ما هذا؟ يبدو كأنه صوت ماعز نائم. ربما، ولكنني ما زلت خائفا. ماذا لو كان شيئا آخر غير الماعز؟ ما هذا الهراء؟
لا يوجد أحد هنا. ثم ما الذي سيفعله اللص في منزلنا؟ قولوا لي. ماذا كان ذلك؟ النجدة، ساعدوني. تعال هنا، لا داعي للخوف، إنه سنجاب صغير. جيد، كاد أن يغمى علي من الخوف. أحدهم نائم تحت الملاءة. تختبئ. عندما أعد إلى ثلاثة نرفع الملاءة. انتظر قليلاً. متى ستتوقف عن شرب الحليب؟ ألم تفهم بعد؟ الحليب يعطيك طاقة عالية، هل ترغب بتجربته؟ لا لا شكراً. إنكم تضيعون الوقت. واحد، اثنان، ثلاثة. جميلة جداً. إنها تبكي. يبدو أنها ترى حلماً سيئاً. ما الذي تنتظرونه؟ فلنلقي بها خارجاً. لا تكن قاسياً كالعادة. رئيسنا، ما الذي يجب فعله؟ لنذهب للأسفل ونناقش الأمر. هيا، ما هذا؟ لا يوجد خبز مطلقاً. لابد أن الدخيلة أكلت. لابد أنها كانت جائعة، لم يتبقى لنا أي شيء. انظروا، لقد تركت لنا حبات بندق. هذا يعني أنها لطيفة. هل عثرت على شيء في الكتب؟ نعم، يقال هنا إن الشخص الذي في منزلنا من البشر. بشر؟ نعم، وحسب الوصف الموجود في الكتاب فإنها أنثى، وهي مخلوق لطيف، وعادة ما تكون أكثر كرما وشاعرية من الذكور بسبب طبيعة أمومتها، ولديها بشرة ناعمة زهرية، وهي حساسة ورقيقة جدا، ولديها شفاه حمراء اللون. هذا صحيح، فكل المواصفات تنطبق عليها. إنها تبدو كذلك فعلا. لنخرجها من هنا. لننتظر حتى تستيقظ. أنا لست موافقا على هذا، فالغابة لنا ويجب أن لا يشاركنا بها أحد من البشر. ألم ترها وهي تبكي؟ ربما ليس لها مكان تذهب إليه. دعونا نقدم لها حسن الضيافة. أنت أصغر الجميع ولا يمكنك أن تقرر وحدك. إلى متى ستدعوني بالصغير؟ لقد أحبها سنجوبي، لابد أنها لطيفة. حسنا، ربما إنه محق. من يريدها أن تبقى هنا فعليه أن يرفع يده. أنا. ثلاثة مقابل ثلاثة. ولكنك لم تصوت يا رئيسنا، أنت معنا أليس كذلك؟ حسنا، سأقرر بعد التفكير. الأمر لا يحتاج إلى التفكير. كفى، لا تحاول التأثير على الرئيس. أنا لم أفعل ذلك. رأوني؟ استيقظت. إنها جميلة. سامحوني للدخول بدون إذن. لا بأس، أهلا وسهلا بك. اسمي سنو وايت، وكنت أعيش من قبل بالقصر في الجانب الآخر من الغابة. أرجو المعذرة، ولكن إن كنت تعيشين في القصر لما وجدناك نائمة في بيتنا المتواضع هذا؟ الأمر لا يبدو منطقيا أبدا، إلا إذا إنني هاربة من زوجة أبي. هل قلت هاربة؟ حسنا، إن لم يكن لديك مكان آخر تذهبين إليه، أعتقد أن بإمكاننا مساعدتك، والحل الأفضل هو بقاؤك هنا. هذا القرار ليس لك وحدك. سنناقش ذلك في الغد بعد أن نفكر جميعا. وطبعا يمكنك النوم في الأعلى والبقاء معنا هذه الليلة. شكرا، كم أنت لطيف. سنذهب للعمل سنو وايت. نهارك سعيد جوجو. والرئيس وكنار وفارس وجاد وكميل وورد طبعا. كيف لك أن تعرفي أسماءنا؟ إنه أنت. إنه كثير الكلام. إلى اللقاء.
والآن يجب أن أحافظ على وعد الذي قطعته بالأمس. جوجو، إلى أين أنت ذاهب؟ أنا حسناً. لديك عمل كثير. سأعود للمنزل، لقد نسيت شيئاً هناك. بل تريد العودة لرؤية سنو وايت. لا، في الحقيقة لقد نسيت فأسي ولا أستطيع العمل بدونه. وأنا أيضاً نسيت إحضار الحليب. لقد نسيت طعامي أنا. ما هي مشكلتكم اليوم؟ لا نستطيع العمل بهذه الصورة. أستطيع الذهاب؟ قد تكون فكرة جيدة أن تذهبوا لتفقدها. إذن فلنعد جميعاً. لن نتأخر. ربما يجب أن نذهب. ماذا حدث للخاس؟ منزلنا يشتعل. حريق. افعلوا شيئا. هيا بسرعة. أنت بخير؟ أهلا بعودتكم. سنو وايت، كيف سمحت لنفسك بالدخول إلى مطبخي؟ غرفة نومنا مليئة بالغبار، وأحد شبابيك غرفة النوم مكسور، وقمت باقتلاع كل أعشابنا، والمطبخ وضعه دمار. قلت لكم كان علينا التخلص منها. هي لم تقصد ذلك، نحن نرتكب الكثير من الأخطاء أيضا، حاولت المساعدة فقط. اهدأ رجاء، متأسفة على كل شيء فعلته. ولكن سنو وايت، سأغادر، أنا متأسفة. ربما من الأفضل أن تعودي إلى قصرك. هذا مستحيل، سأبحث عن منزل آخر. ها قد غادرت، لما ضايقتموها بكلامكم؟ سنو وايت نسيت حبات البندق، سوف أعطيها لها. في النهاية لم تكن سيئة. ألا يجب علينا إعادة تفكيرنا؟ يجب أن نقنعها بالعودة والبقاء معنا. موافقون؟ نعم. أجل، عرفت أنكم ستتخذون القرار المناسب. سنو وايت، عودي. لم أرى جوجو سعيدا هكذا من قبل. سنذهب جميعا لإعادتها. وأخيراً لم تعد سنو وايت وحيدة بعد ذلك، فقد وجدت 7 من الأصدقاء الصغار غمروها محبة وضيافة. والآن كل من جوجو وجاد والرئيس وكنار وورد وفارس شكلوا عائلتها الجديدة. إنه الفجر، أول خيوط الشمس تتشكل من بين الأغصان الكثيفة للغابة، وتغرد الطيور مرحبة بيوم جديد. ولكن الأقزام 7 كان بينهم من قد صحى مبكرا وكان مشغولا بإعداد طعام الإفطار. الخبز رائع هذا الصباح. شكراً يا جوجو. شكراً. إنه شهي. أجل. رائع. لذيذ. يجب أن أعترف بأن جاد قد تفوق على نفسه هذه المرة. من منكم رأى سنو وايت؟
أنا متأكد أنها ما زالت نائمة، فهي تشعر بالراحة. دعوها ترتاح إذن. تذكرت، أنا أعيش الآن في منزل الأقزام. سنواي، سوف نذهب للعمل. انتظروا قادمة. انتهينا. متأسفة. أهلا، هل نمت جيدا؟ أجل. كان علي الاستيقاظ مبكرا لأساعدكم. لا تقلقي، لا نتوقع من أميرة أن يكون لديها نفس عاداتنا. قدم لها حليب الماعز. لم يتبقى منه شيء. اذهب واحلبها مرة أخرى، فأنا أريد المزيد. أنا متأسف، ولكن ماعزنا صغير جدا. لا تقلق، سأتناول العصير للإفطار. إلى اللقاء. أنت بطيء. ستذهب؟ أنت تذكرني بحيوانات الصغيرة. لحظة، ما هذا الصوت؟ نختبئ هناك. بسرعة. استمعوا إلي، يجب أن نحمي سنو وايت وأن نبقي ذلك المتوحش بعيدا عنها. تفرقوا وانتظروا إشارتي. حاضر. لقد مر للتو. حسنا. إنها الإشارة. أحسنتما. هذا رائع. عد أدراجك ولا تمر، إن فعلت ذلك فسوف تندم. ابتعد عن هذه المنطقة. يام، إنه لذيذ. أسمعت؟ أنا أسمع أصواتا في الخارج. ماذا؟ سأرى، ابقى هنا. سنو وايت، أين تذهبين؟ عودي إلى هنا، عودي. سنو وايت، سنو وايت، عودي. لا تذهبي رجاء سنو وايت، انتبهي. اهدأوا. لقد رأيناه وقمنا بإخافته، ولن يعود ثانية، اطمئني. إذن هذا أنت. وكأنني أحلم. اشتقت إليكم، اشتقت إليكم كثيرا.
هذا الرجل الذي أخاف جوجو والأقزام كان صديق سنو وايت، وقد قام بإحضار حيواناتها الثلاثة لها، وأخبر الأقزام بقصته مع سنو وايت. هذا الرجل هو من أنقذ حياتي، فقد كان هناك دب كبير ومخيف ركضت للهرب بينما هو تصدى له، وقد أبلغني بخطط زوجة أبي الشريرة لقتلي، ولكنه خالف أوامرها وساعدني على الهرب، ضحى بنفسه من أجلي. لا أعرف ماذا أقول لك يا سيدي، لا أعرف. أنا لن أنسى هذا المعروف أبدا. سامحنا لأننا أخفناك، لم نعلم أنك صديق. هذا كان خطأ جاد. اسكت أنت. وفي اليوم التالي، وبعد أن تأخروا في السهر في الليلة الماضية، وجب على الأقزام السبعة الذهاب للعمل ككل صباح. مع السلامة، انتبهوا. هل ستساعدونني في الغسيل اليوم؟ لن نضيع الوقت. مرآتي، أخبريني من هي أجمل امرأة بين النساء؟ سيدتي سنو وايت هي أجمل الجميع. ما هذا الكلام؟ لا، هذا غير ممكن، ولكن سنو وايت ليست على قيد الحياة. ليس صحيحا، قلت أنني لم أتمكن من تحديد مكانها، يبدو أنها كانت مختبئة في الضباب. في الضباب؟ هل هي نفس البنت التي رأيتيها في الغابة من قبل؟ كانت سنو وايت. كم أكرهها. والآن الخلطة العجيبة، جلد سحلية وزهور تتفتح على ضوء القمر وحفنة من الفطر المسموم. خمس دقائق فقط وتكون الوصفة جاهزة، ولكن يجب أن أجد طريقة كي تشرب منه، فتلك الفتاة ذكية جداً. نعم، عرفت الطريقة. أيها الشر الذي في داخلي أخرج، أيها الشر الذي في داخلي أخرج، هل تسمعني أيها الشر؟ أخرج، ساعدني على إنجاح خطة الشريرة حتى النهاية. هيا أيها الشر، أنا أناديك، أناديك. أكدت لي المرآة أن سنو وايت ما زالت على قيد الحياة وتعيش في الغابة.
سنرى كم ستعيشين أيتها الأميرة الصغيرة المختبئة في الضباب. ولكن في اللحظة التي تضع فيها هذا الحزام حول خصرها ستموت خلال ثوان. لما تنظر إلي هكذا؟ هيا لف الحزام على خصرها ولا أريد أي أخطاء. اذهب. حين ذهب فارس لإحضار جوجو تركوا سنو وايت في المنزل بمفردها، وهذا سيجعل الفرصة متاحة لتنفيذ خطة زوجة الأب الشريرة. وفي تلك الأثناء سمعت سنو وايت صوت طرق على الباب. قادمة. من؟ لا أحد. مرحبا. ما هذا الحزام الجميل؟ إنه رائع. لابد أنه من أصدقائي. أنا أحب أصدقائي كثيرا. سوف أقوم بوضعه حالا. إنه جميل جدا علي. رائع. هيا أصدقاء. ماذا تريد؟ إلى أين سنذهب؟ كن هادئا واتبعني. هيا قل لي إلى أين تأخذني؟ اصمت. سنو وايت. سنو وايت. سنو وايت، ماذا حدث لك؟ هل تسمعينني؟ أجبيني. استيقظي. استيقظي سنو وايت. سنو وايت. أخيرا تخلصت منك أيتها الفتاة المزعجة. بغياب سنو وايت أنا أجمل النساء. هيا يا مرآتي أخبريني من هي أجمل نساء هذه الأرض. أنت يا سيدتي. لو أن سنو وايت ماتت فأنت أجمل الجميع. الآن لا يوجد منافس لي، فأنا الأجمل على الإطلاق. صحيح أن سنو وايت قد وقعت ضحية مصيدة زوجة الأب الشريرة، ولكن هل انتهى الأمر فعلا لها؟ هل سيتمكن الأقزام السبعة من مساعدتها؟ سنو وايت. سنو وايت. سنو وايت. سنو وايت. سنو وايت. جوجو. نعم. سأذهب إلى المنجم. حان وقت الذهاب للعمل. وماذا عن سنو وايت؟ ما حدث قد حدث، يجب أن نعود إلى العمل. ومن يكترث لهذا الآن؟ إنه مكان عملنا الذي لا نستغني عنه. كيف تفكر بالعمل بهذه الظروف؟ لا نستطيع الحداد على موت صديق لنا إلى الأبد، فالحياة مستمرة ويجب أن نفكر بالعمل وبالعناية بأنفسنا. لن أذهب إلى أي مكان. ما بكم؟ لا أحد يتناول طعامه. إنه طعامك المفضل جوجو. أليس من الغريب أن تقول هذا وأنت نفسك لم تلمس طعامك؟ أنت محق. لما الأكل؟ لا داعي له. بدا جوجو محقا، ولكن ها هو الرئيس ذاهب للعمل ويبدو عليه الحزن والقلق. وانهمك باقي الأقزام في أعمال مختلفة. ما الذي يفعله الرئيس؟ ما هذا المكان؟ يا لها من شجرة رائعة.
هنا توقف للعمل. فهل وجد منجما جديدا؟ ولكن كان يجب عليه إحضار الآخرين لو أن هذا صحيح. ولكن ما هذا المكان الرائع؟ يتمشى الرئيس تحت شجرة هائلة، ولكن إلى أين هو ذاهب؟ يا له من أمر غريب فعلا. سنتابع مع الرئيس لنعرف عن هذا المكان. لا، هذا غير ممكن، يجب أن نعثر على شيء لمساعدتها. إلى أين أنت ذاهب؟ سوف أذهب لأبحث في كتاب الحكمة، فربما نجد فيه ما يفيدنا. ها هو. لقد اكتشفت أمرا. وما هو هذا الأمر يا ورد؟ إنه يتعلق بالرئيس. لقد ذهب للعمل في المنجم. لا، لقد ذهب إلى غابة الحياة. ما؟ إلى غابة الحياة؟ والآن نعلم أين هو الرئيس. فغابة الحياة مكان مهم للأقزام، فهو المكان الذي يأتي إليه من يريد أن يضحي بحياته لإنقاذ حياة شخص آخر، وهذا عمل نبيل جدا، ولا يقوم أحد بهذه التضحية إلا شخص يمتلئ قلبه بالحب الحقيقي، ولكن باقي الأقزام لا يقبلون ذلك. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ يجب أن نجد حلاً. لا وقت لدينا، يجب أن نفعل شيئاً. هيا انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ سأذهب إلى غابة الحياة. وأنا أيضاً. للدخول إلى غابة الحياة يجب أن نحصل على الكلمة السرية. هل أنت متأكد؟ نعم، وهي موجودة في هذا الكتاب. انتظراني، فأنتما تحتاجان إلى الكلمة السرية. يقف الرئيس أمام شجرته، واستطاع تمييز أشجار باقي الأقزام، وأخيرا يجب أن يودع قبل أن يذهب. هذه أشجار كميل وكنار. سأفتقدك يا كنار، انتبه جيدا ولا تؤذي نفسك. كميل، احمي نفسك من الخطر. وأنت يا جاد، طبخك دائما رائع ولذيذ. ورد، ستكون أفضل رئيس، أنا متأكد. شجيرة، جوجو وفارس، أنا أتذكرها. جوجو، انتبه إلى نفسك جيدا، أنت صغيرنا. فأس الرئيس لم يذهب بعيدا. هيا بسرعة فلنستمر. هيا.
كتاب الحكمة، لقد تمزق. وداعا. أيها الرئيس، أيها الرئيس، تأخرنا كثيرا يا رئيس. كلمني. كيف يفعل الرئيس شيئا كهذا؟ لا أصدق هذا. والآن غادرنا الرئيس أيضا، ماذا عسانا أن نفعل؟ هذا الخشب من شجرة الرئيس، استخدمه لصنع شيء ما. ما الذي تتحدث عنه؟ هل جننت؟ إنه الشيء الوحيد المتبقي ليذكرنا به. سنو وايت، كان يجب علي أن أحميك. لن أسامح نفسي أبدا، لن أسامح نفسي. جاد، حتى سنجابي حزين، لم يعد يجري في الحديقة ويرفض تناول أي طعام. أنا أفهم ما يجري، كلنا منزعجون. هل تحسنت سنو وايت؟ لا. هل عثرتم على الرئيس؟ أخبرني. متأسف، ضحى بنفسه من أجل سنو وايت. استخدم خشبا من شجرته لصنع غلاف جديد لكتاب الحكمة، لدينا جزء منه وسيبقى متواجدا دائما معنا لتقديم الحكمة والإرشاد، وسنتذكره دوما. إلى أين؟ يا رئيس، يا رئيس. مع الأسف تضحية الرئيس لم تغير من حالة سنو وايت. وداعا، وداعا يا رئيس، يا رئيس. كل هذا بسبب الكتاب. ما الذي تفعله؟ يجب أن نتخلص من هذا الكتاب، يجب أن أدمره. لا يجوز، لا، فكتاب حكمتنا يقدر بثمن. لا أهتم لذلك، سأتخلص منه. لا، ما الذي تفعله؟ ذكرى من الرئيس، لا يمكنك تخريبه. كلا 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 كلا، لا 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 تفعل ذلك. إنه حي، إنه حي. يا رئيس. ما الذي يحدث؟ أنا أدعى روح الرئيس. أنا أدعى روح الرئيس. لقد مت تضحية لحياة أخرى، ولكن تم الاحتفاظ بروحي في غلاف الكتاب، وحتى الرئيس مستعد للتضحية بنفسه لإنقاذ سنو وايت.
ونحن نشكر الرئيس على شجاعته وتضحيته. أحياناً نضطر إلى أن نضحي بأنفسنا من أجل الآخرين. لقد فتحت عينيها، لقد استيقظت. أجل، ماذا حدث؟ هل نمت طويلا؟ هذا غريب، ما الذي أفعله في وسط الأزهار؟ رائع. لا أفهم ما الذي يحدث هنا بالضبط. ما الذي يحدث؟ لما أنتم سعداء لهذه الدرجة؟ لما ترقصون فرحا؟ أخبروني. هل أنت بخير؟ طبعا أنا بخير وقوية. جيد، يمكنك سماعي، أنا سعيد. لما أنت سعيد هكذا؟ سنو وايت على قيد الحياة، رائع، أنا فرح جدا. أرجوكم أخبروني ماذا يحدث. سنو وايت؟ نعم فارس. رائع، أنا على قيد الحياة، قالت اسمي. تبدون غريبين. هذا لا يصدق. هذا رائع. نعم هذا رائع. هل تتحدثين معي؟ هل تتحدثين معي؟ ما بكم، أنا بخير، فأنا أتحدث إليكم. وأخيرا عادت السعادة للأقزام وعادوا إلى منزلهم وهم يغنون بسعادة وفرح كبيرين. لن أستسلم الآن، أشعر أنني اقتربت من تنفيذ خطتي ولا يستطيع أحد إيقافي. يجب أن أحصل على جسد سنو وايت بأي ثمن كان. أبراكادابرا، أبراكادابرا، أبراكادابرا. اسمعي جيدا كلامي أيتها العصا العجيبة، أنا أمرك بأن تحولي أي شيء تلمسينه إلى حجر إلى الأبد. سيتم لمس كل شيء بالعصا العجيبة، وحتى أنت يا سنو وايت ستصبحين مجرد تمثال صخري، إنها مسألة وقت فقط. أيها الخفاش، اذهب وأحضر العصا. لقد كانت كارثة كبيرة، فاللعنة القبيحة لم تستثني أحدا ولا حتى القرية في وادي الريح. لن تستطيع الهروب مني يا سنو وايت، لأنك ستموتين وبعدها ستصبحين ملكي. أبراكادابرا، 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 أبراكادابرا. أزهري، أزهري. شرفت خطتي على الانتهاء. آه،
سيدي أنكما بخير. لا تقلقا. لا تقلقا، سوف أحضر لكما الطعام. من هناك؟ من؟ امرأة عجوز تبيع التفاح. تبيع التفاح؟ أرجوك دعيني أدخل، أشعر بالبرد. حسناً. يا لك من فتاة جميلة، عندي بعض التفاح الأحمر الرائع مثل شفتيك، جربي واحدة. هيا. عصا سحرية؟ أين رأيتها؟ رأيت هذه السيدة أيضا، ولكن أين؟ أين؟ ألا تريدين شراء واحدة؟ طبعا، تبدو لذيذة، لم أرى مثلها في حياتي. انتظري حتى تتذوقيها، فهي عالية الجودة والنوعية. ولكن لا، فأنا وحيدة ولا يوجد لدي نقود لأدفع لك. أنا آسفة. لا تقلقي عزيزتي، فأنا لا أريدك أن تدفعي ثمنا مقابلها، إنها هدية لك لتعود ابتسامتك. تفضلي، دعيني أختار لك أفضلها. هذا إنه تفاح السعادة. ماذا؟ تفاح السعادة؟ بالطبع، لقد التقطتها بكل الحب والعناية، وستلاحظين ذلك بعد قضمة واحدة. أنت جيدة في إقناع الناس. لا، لا أستطيع، لا أستطيع أن أقوم باستغلالك، فأنت لطيفة جدا، عودي في يوم آخر، ربما كان لدي نقود. لا تكوني مزعجة، أريد أن أقدمها لك بكل أمانة، وسأعود لك كي تدفعين لي إن رغبت. هيا اقدميها وسترين كم هي رائعة. هيا. شكرا، أنت إنسانة بمنتهى اللطف. سيدتي، ما رأيك أن تدخلي؟ أريد أن أقدم لك الشاي وحتى ترتاحي من الطريق، وبهذه الطريقة سأتمكن من دفع ثمن التفاحة لك. فكرة رائعة. أرجوك. تفضلي. تفضلي. تعالي اجلسي معي وكلي تفاحتك، إنها تبدو شهية جدا. إنها رائعة، شكرا لك. أسمعت ذلك؟ اشتدت الرياح، سأشعل النار. سمعت عن الكارثة؟ ماذا؟ تحولت الغابة والوادي إلى صخر جامد. إنها ظاهرة غريبة جدا، لقد عشت زمنا طويلا ولم أرى بحياتي شيئا كهذا. هذا كله بسبب السحر. ماذا؟ ماذا قلتي؟ أعرف بأن ذلك قد يبدو غريبا عليك،
لكن هذا ما حدث. الغابة تحولت إلى صخور، مما أدى إلى هذه المأساة الفظيعة. حتى أعز أصدقائي تحولوا إلى صخور. أتعتقدين لو أكلت تفاحة من تفاحاتك سيعود كل شيء لطبيعته؟ أنا متأكدة من ذلك، فتفاحي هذا يحوي على قوى خاصة لا توجد بأي تفاح. حقا؟ بالطبع بالطبع. هل تعلمين؟ أنا لا أخاف من السحر. متأكدة من أن الحب والطيبة سينتصراني في النهاية. خائفة من أمر واحد، هو أن يبقى الوادي والغابة بكل حيواناته هكذا للأبد، وأيضا أصدقائي الصغار. أنا خائفة وأخشى أن لا يعودوا. هذا يجعلني أموت. لا تقلقي يا عزيزتي، كل شيء سيعود لطبيعته. تفاحة السعادة ستعيد كل شيء. حسنا. ومع أنها كانت تشك بهذه العجوز الغريبة التي أتت طارقة لبابها ومقدمة لها التفاح، رأت سنو وايت أن تستغل ميزة شكها. متأسفة، لم أقصد ذلك. لا تقلقي، إنه خطأي. لا يمكن أن تكون قد عرفتني، فهذا تنكر ممتاز. هيا يا عزيزتي تناولي التفاحة، ثقي بي إنها لذيذة. متأكدة أنه عندما أكل التفاحة سيعود العالم كما كان عليه في السابق. نعم صدقيني. وهكذا اتخذت سنو وايت قرارها القاتل. حسناً إذن سأكلها. شكرا لك يا زوجة أبي. قدمت سنو وايت التفاحة المسمومة في نفس الوقت الذي وضعت به يدها على العصا السحرية، وبفعلها ذلك تحطم السحر كله، وكل ما تحول إلى صخور عادت له الحياة. نعم، عادت الحياة إلى كل شيء. سنو وايت، أنت فتاة ذكية. عرفت بالرغم من كل التنكر الذي قمت به أنني زوجة أبيك، وعرفت كذلك أن التفاح مسموم، ومع ذلك تناولته مع ابتسامة على وجهك، حتى أنك شكرتيني على كل ذلك. أي فتاة أنت؟ من أين لك بكل هذا اللطف؟ ولكن لماذا أهتم الآن؟ فقد حصلت على ما أريد، فأنا أملكك الآن، وسأدخل إلى جسدك وسأحصل على وجهك الناعم الجميل وكل شبابك يا جميلة. ما الذي حدث؟ لحظة، إنها سنو وايت. لا أصدق ذلك. شكراً لتضحية سنو وايت، فقد عادت الحياة إلى الوادي. ذهب السحر عن الوادي، وعادت الحيوانات إلى طبيعتها، ودبت الحياة في النباتات من جديد.
سنو وايت أين تختبئين؟ قولي جوجو. ما الأمر؟ لما تحمل هذه التفاحة؟ لقد تم تسميمها. سنو وايت أكلت من التفاحة المسمومة. لا أصدق ذلك. أتقصد أنها قد ماتت؟ ولكن سنو وايت على قيد الحياة. انظروا، كل شيء مرتب، الخزانة منظمة والصحون نظيفة. فقد حضرت سنو وايت للمنزل قبلنا. أين أنت يا سنو وايت؟ نود أن نشكرك على مساعدتنا. لابد أنها نائمة في مكان ما، لهذا لا تستطيع سماعنا. سنو وايت أين أنت؟ أجيبينا أرجوك. أنت مختبئة صحيح؟ تريدين أن تلعبي معنا لعبة الغميضة؟ سنو وايت توقف يا جوجو. هذا غريب، فقد كنت أجدها بسرعة. من الممكن أنها عثرت على مكان اختباء جديد. جوجو؟ صحيح، ربما هي مختبئة بالغابة. يجب أن تكون قويا يا جوجو. سنو وايت هذا محزن. اخرجوا. نعم، إنه هو النسر الأزرق. في الحقيقة، عند قدوم الأمير أصبح لأصدقائنا أمل جديد. وفي نفس الوقت في قصر زوجة الأب الشريرة. سرعان ما سأستبدل جسد المجعد الهرم بجسد شاب. هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون قد ماتت. لا أصدق هذا. محق، لا يمكن أن تكون قد ماتت. من يحدثني؟ زهور. قلت زهور؟ خلال دقائق يا عزيزتي سنو وايت سيكون كل شيء جاهزاً للتجربة، وسترين أن كل شيء سيكون جيداً في النهاية. تعال إلى هنا، أريدك أن تبقى هنا أثناء غيابي وأن تحرس سنو وايت، لكن قبل أن أذهب قم بعملك أولاً. أبراكادابرا، 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 أبراكادابرا. حانت اللحظة. وفي نفس الوقت تجمع الأمير وأصدقاؤه في كهف السيف السحري، وقام الرئيس بترديد كلمات التعويذ ليخلص السيف من الصخرة. أخبرني، ماذا علي أن أفعل؟ هيا أيها الفارس النبيل، إليك أيها الأمير يا صاحب لقب النسر الأزرق، أمرك أن تأخذ هذا السيف. سأنفذ أوامرك. Thank you.
ساعديني يا قوى الحياة الأربع، الرياح، الأرض، الماء والنار، لا تتركيني، أعطني القوة كي أخلص السيف من الصخرة. فالأمر منتهى. أسرع أيها النسر الأزرق، يجب أن نسرع إن أردنا إنقاذ سنو وايت، وإلا سنتأخر عن إنقاذها إلى الأبد. أسرع، لا وقت لدينا. حسنا، أنا مستعد. هيا إلى القلعة. هجوم! شيء غريب يحدث هنا، هؤلاء الرجال الذين أمامنا هم حرس الملكة. سأهتم بهذا الأمر، اذهب وعثر على سنو وايت بسرعة. لا أحد هنا أيضا. نتحرك. لا، سنو وايت. سنو وايت. هل أنت بخير؟ سنو وايت، إنها زوجة أبيها وهي ميتة، تأخرنا كثيرا. بينما كانت سنو وايت مستلقية في الطبيعة، التف أصدقاؤنا حولها. فعلنا كل ما بوسعنا وأحضرنا سنو وايت للغابة. أين أنت أيها النسر الأزرق؟ مضى وقت طويل على غيابه. ما الأمر؟ ماذا رأيتم؟ سنو وايت. ماذا؟ لقد عدت من جديد يا سنو وايت. شكرا لك. دائما ما ينتصر الخير في النهاية، وهذه نهاية القصة.